حتى يفتح التلفزيون يشوف اعلانه بكره رمضان ولا لا. حاضر يا ماما. كل سنه وانتم طيبين. اعلنت دار الافتاء ان بكره رمضان. وحوي يا وحوي. وحوي يا وحوي ايوه وكمان وحوي ايوه. منى عايزك تعمل لنا سحور خفيف. ايوه هعمل لكم سحور خفيف علشان تي فرصه نخس في رمضان. ايوه يا ماما احنا كلنا بقى عندنا كرش. السحور لازم يكون فول وزبادي وجبنه بس. ايوه سحور خفيف خفيف. الله فعلا السحور خفيف جدا. فين يا ماما الزبادي؟ انا بحب اتسحر زبادي قوي. لا يا توتي انت لازم تاكلي كويس عشان ما تتعبيش في الصيام. لو ما اكلتيش هتبقي على اخر رمضان زي العصايه. ايوه جوع على جوع هتبقى زعزوع. الحمد لله خلصنا الاكل الخفيف اللي انا كنت عاملاه. ايوه يا ماما السحور كان خفيف جدا. يا ابني اصحى بقى احنا من ساعة ما خرجنا وانت نايم. يا ماما في حد يصحي حد في رمضان من الساعة 10؟ ايوه يا حبيبي عايز اشتري حاجات وانت اللي بتعرف تسوق. انت عارف ان انا ما بعرفش اسوق العربية. يا ماما خلصي بقى ارجوكي انا عايز انام. ماشي يا حبيبي فاضل حاجة بسيطة هنجيبها ونروح على طول. ايه يا ماما خلاص كده هنرجع البيت؟ فاضل يا حبيبي بس مشوار بسيط جدا هنروح نشتري حاجة ونرجع على طول. ماشي يا ماما يا رب يكون اخر مشوار. اطلع بينا بقى يا حبيبي على سوق العبور. ايه يا ماما سوق العبور ده يا ماما وهنعمل هناك ايه؟ في واحد هناك بيبيع مخلل جميل جدا علشان يفتح نفسنا على الاكل. طب يا ماما ما نشتري من اي مكان. لا يا حبيبي انا لازم اجيب من ست فتحية اللي في السوق دي احسن واحدة بتعمل ترش في مصر بحالها. يا ماما انا ما اعرفش المكان اللي انت بتقولي عليه ده. سوق انت بس يا حبيبي وانا هوصف لك المكان. حاضر يا ماما. ادخل يا ابني يمين. ادخل يا ابني شمال. يمين يمين يمين. يا ماما هنطلع الجبل. يا ابني قربنا ما تقلقش يلا بس يلا. يا ماما انتي موديانا فين؟ يلا يمين يمين. اطلع الرصيف. يلا ادخل يمين ادخل يمين. برافو يا حبيبي كده وصلنا. ده بيتها. بيتها مين يا ماما؟ انا عايز ارجع انام. ايه يا توتي انت بتعملي ايه؟ كنت بتفرج على مسلسل يا ماما. مسلسل ايه يا حبيبتي؟ احنا ورانا حاجات كتير جدا ولازم نخلص الفطار بسرعة. يلا تعالي ورايا على المطبخ. علي انت بتعمل ايه؟ لقيت يا ماما شوكولاتة في التلاجة فباكلها. ايه المشكلة؟ وقف يا ابني اكل انت صايم انت نسيت ولا ايه؟ يا خبر ابيض انا نسيت خالص. هو انا كده يا ماما لسه صايم ولا لا؟ لو انت ناسي يا حبيبي يبقى طبعا لسه صايم. يا رب انسى واكل محشي. يلا يا توتي انت بتعملي ايه ده كله؟ ورانا قطايف عايزه تتحشي. ايوه يا توتي احشيه نوتيلا. نوتيلا ايه؟ استغفر الله هو سبيب وجوز هند. مساء الخير جبت لكم بقى شويه بسبوسه حلوين جدا. الله بسبوسه انا بحبها قوي. هي الساعه كام يا جماعه؟ انا جوعت قوي. بسيطة يا علي لسه فاضل 5 ساعات. ايه يا علي قوم يا علي ما تستعبطش. مش قايم غير بعد 5 ساعات. يلا يا ولاد تعالوا نتسلى شوية قبل الفطار. هسألكم شوية اسئلة وتجاوبوني عليها. اسئلة ايه يا ماما؟ احنا مش شايفين قدامنا. ماما انا عندي هبوط.
ما تتدلعوش، هو اول يوم رمضان بيبقى صعب بس، لكن بعد كده الدنيا هتبقى سهله خالص. طيب تعالوا نراجع جدول الضرب. 9 في 9 بكام يا علي؟ 9 في 9 ب 19. برافو يا علي. برافو ايه ده، انتوا فاشله ازاي؟ 9 في 9 ب 19. 9 في 9 ب 81. طب قولي لي يا توتي، ايه اكبر كوكب في المجموعه الشمسيه؟ كوكب الشرق ام كلثوم. ايه اللي كاب الكواكب لواحده مغنيه؟ طيب قولي انت يا علي، الى اي اتجاه تغرب الشمس؟ بتغرب لما تيجي ورابتنا. بسم الله ما شاء الله، اجابه عظيمه. طب قولي لي يا توتي، مين مؤسس شركه مايكروسوفت؟ محمد اللي فتح بلاي ستيشن على اول الشارع. وانت يا علي، ايه الحيوان اللي عنده 8 رجول؟ توتي. توتي ازاي يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طيب قولي لي يا توتي، اين يقع هرم الجيزه؟ في امريكا. هرم الجيزه في امريكا ازاي يعني؟ طيب حاجه انتوا بتحبوها بقى، قولوا لي مين البطل الخارق اللي بيقدر يتسلق الجدران والمباني؟ الرجل اللزقه. لا انتوا مش نافعين، انتوا مفيش ولا اجابه قلتوها صح. يلا مش من قدامي. ايه ده، يا ترى مين بيخبط؟ ازيك يا ام محمود، عامله ايه؟ انا كويسه، جايه اقول لك كل سنه وانت طيبه، ولازم بقى نرتب يوم نفطر فيه كلنا مع بعض. خلاص كمان يومين ثلاثه تيجوا تفطروا معايا، وبعد كده نبقى نفطر عندك. هنفطر عندك؟ ماشي، بس معلش ابقي سوي محشي الكرنب كويس عشان كان ناشف قوي وملوش طعم. اما بالنسبه للمكرونه البشاميل ابقي حطي فيها لبن وبيضتين. انت في ايه يا ست انتي، انت جايه تغلطي في الاكل بتاعي؟ انا كل الناس بتقولي ان اكلك احلى اكل. معلش اصل انا جعانه قوي وقاعده بحلم بالاكل. ونسيت اقولك، العصاير بتاعتك مسخه ومن غير سكر. المهم انت نسيتيني انا كنت جايلك في ايه. معلش انا جايه استلف منك شويه حاجات محتاجاها ضروري. انا محتاجه حاجات بسيطه جدا، كيلو بصل وكيلو طماطم وكيلو لحمه وكيلو مكرونه، ولو عندك كمان حلويات شويه كنافه على بسبوسه. ايه ده في ايه، ما تيجي تفطري معانا احسن. خلاص ثواني هجيبلك اللي انت عايزاه. اتفضلي، وكل سنه وانت طيبه، ويا ريت بقى تجيبي حاجتك بعد كده علشان الاسعار غليت قوي. ماشي حبيبتي، شكرا جدا، ونشوفكم قريب بقى. ايه يا جماعه، فاضل قد ايه كده؟ خلاص يا حبيبي هانت، فاضل نص ساعه. يلا يا توتي انت وعلي ساعدوني بسرعه. استنوا محدش ياكل لغايه ما الاذان يخلص. يلا ابدأوا يا ولاد، ما ينفعش كده، كله بالراحة. نعم 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 نعم. علي غير المسلسل ده، انا مش بحبه، شوف مسلسل تاني. لا خلاص، احنا هنطفي التلفزيون. بصي يا ولاد، احنا هنتفق على شوية حاجات. رمضان مش اكل وتلفزيون بس، لازم نقسم يومنا كويس. لازم قبل الفطار نطلع نوزع حاجات على الناس الفقراء، واهم حاجه الصلاه في وقتها وقرايه القران. التلفزيون ده اخر حاجه تفكروا فيها، لان مش ده الهدف من رمضان. رمضان فرصه ان احنا نقرب من ربنا اكتر. موافقين على الكلام ده يا ولاد؟ طبعا موافقين يا ماما.